يطرح السؤال، ما معنى أن تكون تطوانيا؟ وهذا هو ملعب القرن لامبيكا ماركيز دي باريلا، ملعب عنده أكثر من 100 سنة والفريق كذلك. هذه المدينة أغلب الساكنة ديالها كتعيش شغف وحماس كرة القدم، هي نمط الحياة ديالو. التاريخ والأصالة والحضارة المعمارية الإسبانية والجرينتا والتعصب. اليوم غنكتشف مدينة عجيبة، مدينة مغربية بحضارة معمارية إسبانية، لقبت بإسبانيا الحمامة البيضاء. مدينة مغربية إسلامية، لكن 40% ديال المصطلحات اللهجة الرسمية ديالها أصل إسباني. وأيضا فريق هذه المدينة كان يقارع البارسا والريال في الليغا الإسبانية، وهذا الشيء قبل الاستقلال. المغرب جاء في شمال إفريقيا، وهذه المدينة جات في شمال المغرب. تطوان. وإحنا في تطوان الإخوان، مرحبا بكم في تطوان. ومرحبا بكم مجددا، جبرتوني دابا هنا في الخاصة، وطاح هذا رمز من الرموز ديال مدينة تطوان. هنا فين كيكون مظاهرات حدا الكنيسة الكاثوليكية، كيكون مظاهرات وكيكون حتى الاحتفالات من المنتخب الوطني اللي كانوا هنايا ملي تأهلوا السيمي فينال. شارع إنسانتي أو الخاصة، ملي تأهل المنتخب الوطني نصف النهائي ديال كأس العالم، كانت هاد الساحة هادي مبلوكية ومزدحمة بالناس. دابا السؤال الإخوان هو علاش هاد الكنيسة الكاثوليكية مدينة إسلامية عربية، وأنا أشرح لكم علاش. باش تفهموا غنرجعوا للوراء. مدينة القديمة، هاد المدينة كانت عبارة عن قلعة محيطة بصور، وحتى السكينة هاد المدينة كانت عايشة في سلام تام واطمئنان وسكون. في سنة 1859 أعلنت إسبانيا الحرب ضد المغرب. ساندت الأسطول الحربي الإسباني للقوات الغازية نحو تطوان، ولولا دخول هذا الأسطول لعرفت الحرب نتائج أخرى. انهزمت المغرب والإسبان احتلوا تطوان. En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña. Cuando el caballo relinche entrará el moro en España. بعد احتلال إسبان لمدينة تطوان، قاموا بإنشاء تصاميم حضارية لتشييد مباني بهندسة معمارية إسبانية. وفي سنة 1955 خد المغرب استقلال دياله. وبعد ما خد المغرب استقلال، بقات هذه المدينة محافظة على الطابع الإسباني إلى يومنا هذا. وبقات هذه المدينة من أكثر المدن نظافة في إفريقيا، ومن أهم الوجهات السياحية في إفريقيا، ومن أكثر المدن أمانا، أكثر ما هي آمنة أكثر ما هي نظيفة. وأنا كنجول في هذه الأحياء وكنحاول نقرأ تفاصيل ديال المعمار الإسباني، جات عيني في تمثال برونزي ملون باللون الأخضر. الشكل ديالو كيدفع الفضول لأي شخص باش يبغي يعرف المعنى ديالو. دار الطير من المعالم الجميلة ديال مدينة تطوان، تمثال الحب والسلام في ساحة الجلاء في مدينة تطوان. بعد ما تم تشييد هذه البناية في 1944، كانت تكلفت بالبناية ديالها شركة إسبانية في ذلك الوقت. أول شركة للتأمين فتحت في مدينة تطوان، وهذه الشركة كان عندها فروع أخرى في إسبانيا بحال مدينة برشلونة ومدريد وإشبيلية ومجموعة من المدن.
وكتعتبر هذه المدينة من أقل المدن ضجيجاً وتلوثاً. ما يمكنش تجينا هاد المدينة وما تضربش باسيو في الشوارع ديالها الملونة. كما كتشوفوا لا شراجم ولا لي بالكون، بقاو محافظين على الطابع الإسباني. اللي ماشيين ملعب ماركيز دي باريلا لامبيكا. مدينة تطوان مكونة من ثلاث أجزاء، مدينة القديمة ومدينة الإسبانية ومدينة الحديثة، فين كاين ملعب القرن لايبيكا. وهنايا في كيكونوا جماهير ديال المغرب التطواني فوندو نورتي، عندهم تعصب وحماس وشغف ديال كرة القدم. كيجيو من جميع أحياء ديال المدينة لهدف واحد، هو تشجيع الغالية تطوان. مدينة واحدة هدف واحد، هو تشجيع الأتلتي العريق. كورفا حضارة إسبانية بإيقاع أوروبي. مغرب أتلتيكو تطوان. في 1921 كانت تطوان بقى تحت الوصاية الإسبانية. في ديك الساعة الإسبان سردوا العسكر المدينة تطوان، كانوا كيلعبوا الكرة ومليين بها بزاف، حتى قرر واحد فيهم يأسس فريق وسماه أتلتيكو تطوان. وحيد تطوان كان تحت الوصاية الإسبانية، واجهت برشلونة وريال مدريد في لا ليغا الإسبانية، وهذا الشيء قبل الاستقلال. قارع الريال والبارسا في الليغا الإسبانية، وبين أول تأسيس وأول لقب يطرح السؤال: ما معنى أن تكون تطوانيا؟ وهذا هو ملعب القرن لامبيكا ماركيز دي باريلي. يطلق عليه ملعب القرن، ملعب عنده أكثر 100 سنة، أقدم ملعب في إفريقيا. تبنى سنة 1913 من طرف مهندس أندلسي ماركيز دي باريلا، وتسمى بماركيز دي باريلا أيام المشاركة مغرب أتلتيك تطوان في الليغا الإسبانية. بغيت نعرف العدد الناس اللي كملوا الفيديو حتى الآخر، فإذا كنت كملتي الفيديو أو وصلتي حتى لهذه المرحلة هذه، نكتبوا كلمة السر بيناتنا، وكلمة السر اليوم هي الشغف. إذا كنت وصلتي لهذه المرحلة هذه من الفيديو، كتب في التعليق الشغف وشاركوا في القناة باش يوصلكم الفيديو كيف ما ينزل، وما تنساوش تفعلوا الجرس. والسلام عليكم.